ان شاء الله يا اولاد انا معاكم، اسمها معلم اول الف علوم اداره المعصره التعليميه محافظه القاهره. عايزه يا اولاد قبل ما نبتدي في الدرس بتاعنا استعرض معاكم الوحدات والدروس اللي علينا او المقرره علينا في الترم الاول. عندي الوحده الاولى يا اولاد عندي الكتله والوزن، الوحده الثانيه ان شاء الله عندنا الطاقه الحراريه وفيها درسين توصيل الحراره وقياس درجه الحراره. اما الوحده الثالثه مكونات الغلاف الجوي وبتتكلم عن 3 دروس وهي غاز الاكسجين، غاز ثاني اكسيد الكربون، غاز النيتروجين، وهنتعلم ازاي نحضرهم وهنعرف اهميه واستخدام كل غاز من الغازات. الوحده الرابعه بتتكلم عن الجهاز العصبي في الانسان والجهاز الحركي في الانسان، وزي ما تعودنا كل سنه كنا بناخد جهازين من اجهزه جسم الانسان، خدنا في سنه رابعه الجهاز الهضمي والتنفسي، وخدنا في سنه خمسه الجهاز الدوري والجهاز الاخراجي، والسنه دي ان شاء الله هناخد الجهاز العصبي والجهاز الحركي. فان شاء الله هنبدا يلا النهارده الوحده الاولى والدرس الاول الكتله والوزن، وعايزين نعرف يا اولاد يعني ايه كتله ويعني ايه الوزن ونقدر نفرق ما بين المعنيين. تعالوا نشوف مع بعض كده الاول يعني ايه كتله. الكتله خدناها في سنه رابعه يا اولاد مش جديده علينا، هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده، يعني الماده اللي عندي كميه الماده اللي جواها هي دي بتساوي كتلتها. مثلا قالب الطوب اللي قدامي ده يا اولاد كميه الطوب اللي جواها هتساوي الكتله بتاعتها. اي جسم عندي القلم الشنطه الكتاب الكراسه اي ماده عندي كميه الماده اللي جواها هتساوي كتلتها. طيب عايزين نعرف برضو حاجه تانيه، ان كتله الماده دي يا اولاد هتتوقف على كتله الماده هتتوقف على كميه الماده، كلما زادت كميه الماده هتزيد الكتله بتاعتها، وطبعا العكس هقولها تاني، تتوقف الكتله على كميه الماده، كلما زادت كميه الماده هتزيد مين؟ هتزيد الكتله. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف سؤال، بيقول لي ماذا نعني بان كتله الجسم بتساوي 2 كيلو جرام؟ يعني ايه الجسم ده كتلته 2 كيلو جرام؟ هقول لي التعريف بتاعه بقى، اي ان مقدار ما يحتويه الجسم من الماده كام؟ 2 كيلو جرام. لما يقول لي كتله الجسم بتساوي 2 كيلو جرام ده معناه ايه؟ اقول له ان مقدار ما يحتويه الجسم من الماده بيساوي 2 كيلو جرام. طيب عندي نشاط دي كده دلوقتي يا اولاد عايزين نشوفه مع بعض يعرفني ازاي بقيس كتله الايه؟ كتله الماده. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف الفيديو ده. تمام زي ما احنا شفنا كده يا اولاد في النشاط اللي قدامنا كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن نرجع تاني كان بيتكلم عن ازاي اقيس كتله الماده. بجيب ميزان مثلا زي ذو كفتين يا اولاد، بحط الماده اللي انا عايزه اقيس كتلتها في احدى الكفتين واحط قيمه السنج او الاثقال في الكفه الاخرى، وعند توازن الكفتين يبقى انا كده جبت مين؟ جبت كتله الماده المراد قياس كتلتها. تمام يا ولاد؟ تعالوا بقى دلوقتي نشوف الادوات اللي هقدر اقيس بيها الكتله. عندي انواع كتيره من الموازين، عندي ميزان معتاد، ميزان ذو كفه واحده، ميزان رقمي، ميزان حساس، بس كل ميزان من دول يا ولاد ليه استخدامات معينه. عندي اول ميزان الميزان المعتاد او الميزان ذو كفتين، واكيد كلنا شفناه في الاسواق بتاعتنا لما بنشتري الطلبات بتاعتنا. عندي الميزان المعتاد ده بقيس عليه ايه؟ بقيس عليه الكتله المناسبه لي هي كتله اللحوم والخضروات والفواكه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي اول ميزان الميزان المعتاد، تاني ميزان عندي الميزان ذو كفة واحدة، برضو الميزان ده مناسب لقياس كتلة اللحوم والفواكه والخضروات، ده اسمه ميزان ذو كفة واحدة بمؤشر. اما النوع الثالث اسمه الميزان الرقمي. الميزان الرابع اسمه الميزان الحساس. من اسمه كده الميزان الحساس يعني هيقيس الجرامات الصغيرة، زي مين؟ زي الذهب،
زي الفضه، زي المواد الكيميائيه، تمام يا اولاد؟ يبقى انا دلوقتي لازم لما اجي اختار الميزان اللي انا هقيس عليه الكتله لازم يكون متناسب مع كميه الماده اللي انا هقيس كتلتها. يبقى احنا خدنا اربع انواع من الموازين: الميزان المعتاد ذو كفتين، او الميزان ذو كفه واحده، او الميزان الرقمي، او الميزان الحساس. يبقى لازم اخد بالي من الملحوظه دي كويس قوي يا اولاد، ان يجب اختيار الميزان الذي يتناسب مع ايه؟ مع كميه الماده المراد قياس كتلتها. طيب احنا كده خدنا تعريف الماده، وقلنا الماده تعريف الكتله، وقلنا الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده، وخدنا ادوات قياس الكتله: الميزان المعتاد، الميزان الحساس، الميزان ذو كفه واحده، الميزان الرقمي. ودلوقتي هناخد مع بعض وحدات قياس الكتله. ايه هي وحدات قياس الكتله؟ عندي من الاصغر الجرام، الكيلو جرام، الطن. اصغر وحده عندي في قياس الكتله هي الجرام، واكبر وحده عندي هي الطن. تعالوا نتعرف بقى على تعريف كل واحده منهم. اول حاجه الجرام، شايفين المشبك اللي قدامنا ده يا اولاد؟ هيساوي تقريبا كده، الجرام هيساوي تقريبا كتله المشبك الورق المعدني. يعني حطينا المشبك ده يا اولاد على الميزان الحساس، والكتله اللي طلعت سميناها جرام، يبقى يساوي تقريبا كتله مشبك الورق المعدني. طيب يا ترى الجرام ده مناسب لكتله ايه؟ مناسب لقياس الكتل الصغيره زي الذهب والفضه والمواد الكيميائيه. ما هو لما اروح مثلا اشتري خاتم ذهب، هقول للسائق اشتريني ايه؟ خاتم 3 جرام، 4 جرام، 5 جرام. يبقى الوحدة المناسبة لقياس الذهب والفضة هي مين؟ هي الجرام. طيب ننتقل على وحدة تانية، وهي وحدة الكيلو جرام. بختصر الكيلو جرام يا أولاد في كاف جيم ميم. هختصر وحدة الكيلو جرام في كاف جيم ميم. الكيلو جرام ده بيكافئ إيه؟ بيكافئ تقريبا كده كتلة لتر من الماء النقي. كتلة لتر من الماء النقي قدامنا دي هتساوي مين؟ هتساوي كتلة الكيلو جرام. طب يا ترى الوحده دي مناسبه لايه؟ مناسبه لقياس الكتل الكبيره شويه زي الخضروات، الفاكهه، اللحوم، بقيسها كلها بالايه؟ بالكيلو جرام. لما بروح السوق بشتري 2 كيلو طماطم، 3 كيلو بطاطس، يبقى الكيلو هنا مناسب لقياس الكتل الكبيره شويه. نيجي بقى بعد كده لوحده الطن. الطن دي بقى مناسبه يا اولاد لقياس الكتل الكبيره جدا زي مين؟ زي الاسمنت، زي الطوب. طبعا الناس اللي بتبني والناس المهندسين بيستخدموا الحاجات بتاعتهم بوحده الطن، بيستخدموا الاسمنت والحديد والحاجات التقيله دي بوحده الطن، لانها دي حاجات تقيله ما ينفعش اقيسها لا بالكيلو جرام، ولا ينفع اقيسها بالايه؟ ولا ينفع اقيسها بالجرام، تمام كده؟ طيب عندي بقى دلوقتي وحدات الكتله، عايز احول من وحده لوحده ثانيه. هل يا ترى ينفع احول من الطن للكيلو؟ اه ينفع. ينفع احول من الكيلو جرام للجرام؟ اه ينفع. بصي معايا، لو انا هحول الوحده الكبيره لوحده اصغر منها اضربها في 1000، يعني انا دلوقتي لو احول الطن لكيلو، الطن في 1000 كيلو، يروح اضرب في 1000 كيلو عشان يديني الكيلو جرام. ولو انا هحول من كيلو جرام للجرام اضرب برضو الجرام في 1000، في 1000 يديني الجرام. يبقى انا لما احول من الطن او من الكيلو للجرام اضرب في ايه؟ اضرب في 1000. طيب لما الكبير للصغير هضرب في 1000. طب لو انا احول الوحده بتاعتي من الصغير للكبير، يعني انا لو احول دلوقتي الجرام للكيلو جرام هعمل ايه؟ هقسم على 1000، تمام؟ لو انا هحول من الكيلو جرام للطن برضو اقسم على 1000، لان الطن في 1000 كيلو والكيلو جرام في 1000 ايه؟ في 1000 جرام. الوحدات دي مهمه جدا عشان لما نيجي نحل مسائل هنحتاجها، تمام؟ طيب دخلنا النقطة جديدة وهي خصائص الكتلة. ايه خصائص الكتلة وصفاتها؟ اول حاجة ان الكتلة دي ليس لها اتجاه، الكتلة ملهاش اتجاه. رقم 2، الكتلة لا تتغير بتغير حالتها الفيزيائية. يعني ايه؟ يعني احنا خدنا في سنة رابعة ان حالة المادة بتوجد في 3 حالات: صلبة وسائلة وغازية. لو المادة بتاعتي في صورة صلبة كتلتها برضو هي لو في صورة سائلة، يعني كتلة كيلو جرام من التلج هتساوي كتلة لتر من الماء، تمام؟ يبقى هي ما اتغيرتش، يبقى لا تتغير الكتلة بتغير حالتها الايه؟ حالتها الفيزيائية. رقم 3، وركز معايا في النقطة دي كويس قوي، هنحتاجها برضو في المسائل: الكتلة الثابتة لا تتغير بتغير المكان. الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان. طب تعالوا مع بعض كده بقى نفكر وناخد سؤال علل، وهشوف اجابتكم في الايه؟ في التعليقات يا اولاد. عندي سؤال بيقول ايه؟ كتلة الشخص على سطح الارض هتساوي كتلته على سطح القمر، ليه يا اولاد؟ فكر كده معايا واكتب لي الاجابة.
الكتلة على سطح القمر بتساوي الكتلة على سطح الأرض. ليه؟ ها؟ مين يا أولاد يكتب لي في التعليقات كده؟ عايزة إجابات. تمام. لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. إحنا قلنا دلوقتي إن أنا كتلتي على سطح الأرض هي كتلتي على سطح القمر، الكتلة مش هتتغير. مثلا لو أنا كتلتي على سطح الأرض 70 كيلو جرام، يبقى أنا كتلتي على القمر برضو 70 كيلو جرام، لو طلعت المريخ برضو كتلتي 70 كيلو جرام، الكتلة مش هتتغير، الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. طب تعالوا مع بعض كده ونشوف سؤال تاني بيقول لك أكمل. يلا يا ولاد، من وحدات قياس الكتلة نقط ونقط. ها؟ إيه وحدات الكتلة اللي إحنا لسه قايلينها؟ مين فاكر؟ أسيبك نص دقيقة تفكر، وحدات قياس الكتلة. الكيلو جرام أو الجرام، ممكن نقول الطن برضو، صح؟ يبقى أنا عندي كيلو جرام أو الجرام أو الطن، دي من وحدات قياس مين؟ من وحدات قياس الكتلة. تمام؟ طيب نيجي بقى دلوقتي للسؤال الثاني، كتلة الجسم مقدار نقط لا يتغير بتغير المكان. كتلة الجسم مقدار إيه؟ الناس المركزة معايا، كتلة الجسم مقدار، ها؟ سامع حد بيقول ثابت لا يتغير بتغير المكان، برافو عليكم. طيب قبل ما ابدا الوزن كده، عايزين احنا قلنا ايه في الكتله؟ احنا قلنا تعريف الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده، وكل ما بتزيد كميه الماده تزيد مين؟ تزيد كتلتها. خدنا ادوات قياس الكتله، الميزان المعتاد، ميزان ذو كفه واحده، الميزان الرقمي، والميزان الحساس. خدنا وحدات قياس الكتله وهي الطن والكيلو جرام والجرام، وقلنا الطن في 1000 كيلو والكيلو في 1000 جرام. تمام يا ولاد؟ طيب وعرفنا استخدامات كل واحده بقى. طيب انا دلوقتي قبل ما ابدا في الوزن عايزين نعرف قصه نيوتن مع التفاح. نيوتن اسحاق نيوتن العالم الكبير كان قاعد في حديقه يا ولاد، وجد او لاحظ ان في تفاحه سقطت من الشجره على الارض. بدا يفكر هي ليه التفاحه وقعت على الارض وما طلعتش لفوق؟ ابتدى يكتشف ان الارض ليها حاجه بتشد الاجسام، الحاجه دي سماها الجاذبيه الارضيه. الجاذبيه الارضيه دي يا ولاد مين اللي اكتشفها؟ نيوتن، اسحاق نيوتن. طيب ليه الاجسام دي هي بتتشد للارض؟ ليه الاجسام ما بتشدش الارض؟ لان الارض كتلتها اكبر، وكل ما كان الجسم كتلته اكبر هو اللي هيشد الاجسام اليه. يبقى الارض فيها جاذبيه ارضيه بتشد الاجسام ايه؟ اليها. ليه او علل؟ لان طبعا كتله الارض اكبر من كتله مين؟ من كتله الاجسام. يبقى احنا دلوقتي بقى هنعرف مع بعض معنى الوزن، والوزن هو قوه جذب الارض للجسم. القوة اللي بتشد الأجسام إلى الجسم بسميها الوزن. طب يا ترى الوزن بقى ليه اتجاه؟ الوزن ليه اتجاه. خلي بالك احنا في الكتلة كان الكتلة ملهاش ايه؟ ملهاش اتجاه، لكن أنا دلوقتي بتكلم عن مين؟ عن الوزن. الوزن لما أجي أعرفه قوة جذب للأرض للجسم، وبتأثر القوة دي فين؟ في اتجاه مركز الأرض. يبقى اتجاه الوزن هنا مين؟ اتجاه مركز الأرض. تمام. ننتقل بقى على أداة قياس الوزن. أنا بقيس الوزن بإيه؟ بقيس الوزن بالميزان الزنبرجي. ليه يا أولاد بقيسه بالميزان الزنبرجي؟ لأن الميزان الزنبرجي داخله فيه سلك زنبرج. لما بعلق الجسم اللي أنا عايزة أجيب وزنه على الخطاف اللي قدامنا ده يا أولاد، بيشد السلك الزنبرجي إلى أسفل اتجاه الأرض، لأن ده وزن، تمام؟ هيقف عند مقدار معين، هشوف المقدار دوت، المقدار دوت هو مقدار مين؟ وزن الجسم اللي أنا علقته على الخطاف. يبقى الأداة اللي أنا هستخدمها في قياس الوزن اسمها إيه؟ اسمها الميزان الزنبرجي. طيب الوحدة اللي هقيس بيها الوزن بقى اسمها إيه؟ وحدة النيوتن. طبعا نسبة إلى العالم الكبير إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية، فسمينا الوحدة على اسم مين؟ على اسم نيوتن. يبقى الأداة هي الميزان الزنبرجي، الوحدة هي النيوتن. تعالوا بقى نعرف يعني ايه النيوتن. النيوتن زي ما احنا لسه قايلين هي وحدة قياس الوزن. النيوتن هي وحدة
قياس الوزن. طب بيساوي ايه النيوتن ده؟ بيكافئ ايه؟ بيكافئ تقريبا كده وزن جسم كتلته 100 جرام. يعني انا لو جبت جسم وزنته على الميزان الايه؟ الميزان الحساس يعني عشان اتكلمنا بالجرام، لقيت كتلته 100 جرام، يبقى دي ال 100 جرام دي هتساوي مين؟ هتساوي النيوتن. يبقى اقول تاني، النيوتن هي وحده قياس الوزن، بتكافئ ايه؟ بتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته قد ايه؟ 100 جرام. طب انا عندي سؤال علم بيقول لك ايه؟ يستخدم الميزان الزنبرقي في قياس الوزن. ليه الميزان الزنبرقي يا اولاد بستخدمه في قياس الوزن؟ انا لسه قايله ايه دلوقتي؟ بيقول لي لان وزن الجسم هيساوي مقدار التمدد في السلك الزنبرقي، والتمدد ده هيزيد بزياده ايه يا اولاد؟ بزياده وزن الجسم. يعني لو انا علقت جسم كتلته مثلا 5 كيلو جرام على الخطاف، هيبتدي يشد السلك الاسفل تجاه الارض عشان ده وزن، وهيبتدي اقرا القراءه بتاعته هلاقيها 50 نيوتن. طب لو انا علقت جسم كتلته 6 كيلو جرام، هلاقي الوزن 70 60 نيوتن. لو انا علقت جسم كتلته 7 كيلو جرام، هلاقي الوزن وقف عند 70 نيوتن. ملاحظين يا اولاد اللي انا بقوله؟ ملاحظين ان انا بقول كل ما بزود في الكتله كمان الوزن معاها بيزيد؟ تمام. يبقى انا لما اجي اجاوب على السؤال ده هقول لان وزن الجسم هنا هيساوي ايه؟ هيساوي مقدار التمدد في السلك الزنبرقي، والتمدد ده بيزيد بزياده مين؟ بزياده الوزن. عندنا بقى فيديو برضو هنا يا اولاد عايزين نتفرج، شوف عليه. بسم الله. النشاط ده يا اولاد هيبين لي ازاي اقيس وزن الاجسام. اسم التجربه استعمال من التجربة هي القوة اللازمة لرفع جسم أو سحبه باستعمال مقياس القوة. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة لا تستعمل أسلحة ثقيلة. تمام، زي ما احنا شفنا كده يا اولاد، نرجع تاني للعرض بتاعنا. زي ما احنا كده شفنا ازاي اقيس الوزن، جبنا الميزان الزنبرقي مسكناه من فوق وسبناه بكل حريه، وعلقنا الجسم اللي انا عايزه اجيب وزنه على الخطاف، بيسحب السلك بتاع الزنبرك لاسفل تجاه الارض بمقدار مين؟ بمقدار وزن الجسم اللي انا حاطاه على الخطاف. يعني بالتالي اغير، هشيل مثلا الجسم ده احط جسم اتقل منه شويه واسجل القراءه، هلاقي القراءه بتزيد. وهشيل الجسم واحط حاجه كتلتها اكبر شويه، هلاقي برضو الوزن بيزيد. اذا في علاقه بين الكتله وبالوزن، علاقه طرديه. ايه هي العلاقه دي؟ بتقول ايه؟ بتقول ان كل ما كانت الكتله كبيره كل ما كان الوزن ايه؟ كبير. يلا بينا بقى نشوف مع بعض العوامل اللي هتوقف عليها الوزن. العوامل اللي هتوقف عليها الوزن يا اولاد ثلاث عوامل. اول حاجه كتله الجسم، رقم 2 الكوكب الموجود عليه الجسم، رقم 3 بعد الجسم عن مركز الأرض. يلا ناخدهم بالتفصيل أكتر ونشوف كل عامل إزاي هيأثر في الوزن. عندي أول حاجة كتلة الجسم، أنا لسه قايلة كل ما كنت بزود كتلة الجسم كان مين بيزيد معاها؟ كان الوزن بيزيد معاها. يبقى إذا في علاقة طردية. علاقة طردية يعني إيه يا أولاد؟ يعني لو كتلة زادت الوزن يزيد، لو الكتلة قلت الوزن يقل. يبقى دي معنى العلاقة الطردية، يبقى بين كتلة الجسم ووزنه علاقة طردية. طيب من هنا بقى يا أولاد في علاقة رياضية بتربط العلاقة بين الوزن وبين الكتلة. لو أنا هجيب الوزن ده على سطح الأرض، يبقى أقول الكتلة في 10
الوزن على سطح الارض بيساوي مين؟ الكتله ب10. خد بالك ان الوزن هنا بوحده مين؟ النيوتن، والكتله هنا لازم تكون بوحده الكيلو جرام. الكتله هنا لازم تكون بوحده مين؟ الكيلو جرام. يبقى الوزن عندي الوحده بتاعته النيوتن، ولازم الكتله تكون بالكيلو جرام. عشان لو جاب لي الكتله بالجرامات لازم احولها الاول لمين؟ للكيلو جرام، عشان اقدر احسب القانون صح. تمام، يبقى ادي اول قانون عندي اسمه الوزن على الارض هيساوي الكتله في 10. طيب خدنا اول عامل وهي كتله الجسم. تاني عامل من العوامل اللي هتاثر في الوزن الكوكب الموجود عليه الجسم. طب انا هسالك سؤال كده، هقول لك ايهما اكبر، وزن الجسم على سطح الارض اكبر ام وزنه على سطح القمر؟ يعني انا دلوقتي لو واقف على سطح الارض وزني هيكون اكبر ولا وزني فوق على القمر اكبر؟ اللي مركز معايا من الاول خالص هيعرف ان وزن الجسم على سطح الارض اكبر. ليه؟ احنا قلنا كتله الارض كبيره وهي اللي بتشد الاجسام اليها، فبالتالي الوزن على الارض هيكون اكبر من الوزن على مين؟ على القمر. طب بيأدي ايه بقى؟ الوزن على الارض اكبر من الوزن على القمر 6 مرات. الوزن على الارض اكبر من الوزن على القمر كم مره؟ 6 مرات. او هقولها بصيغه ثانيه، الوزن على القمر هقسم وزني على الارض على 6. تمام، يبقى انا كده طلعت القانون الثاني اللي هشتغل بيه، وهو ما بيربط ما بين وزن الجسم على القمر ووزن الجسم على الارض. يبقى وزن الجسم على القمر هنا هيساوي سدس وزنه على الارض. هقولها بطريقه ثانيه، وزن الجسم على القمر هيساوي وزن الجسم على الارض على 6. يعني انا اجيب وزن الجسم الاول واقسمه على 6، يبقى انا ده وزني على مين؟ وزني على القمر. تمام، يلا بينا كده نشوف العامل الثالث اللي بيأثر في الوزن. ثالث عامل يا اولاد من اللي بيأثر في الوزن بعد الجسم عن مركز الارض. خد بالك بقى، احنا قلنا اتجاه الوزن كان اتجاه ايه؟ اتجاه مركز الارض. كل ما بسيب مركز الارض واطلع لفوق يا اولاد وزني يقل. ليه وزني بيقل؟ عشان الجاذبية بتقل، فبالتالي الوزن بيقل. يبقى كل ما زاد بعد الجسم عن مركز الكوكب قلت مين؟ قلت جاذبية الكوكب له، وبالتالي مين هيقل معاها؟ الوزن، والعكس. تمام؟ كل ما بسيب مركز الأرض أو مركز الكوكب واطلع لفوق كل ما الجاذبية هتقل وبالتالي الوزن هيقل. طب يلا معايا نفكر، يلا كلنا نفكر كده يا أولاد ونقول يقل وزن الشخص في الطائرة أو المنطاد العالي. المنطاد العالي يا أولاد اللي هو الباراشوت. تمام؟ طيب أنا لو أنا في الطيارة فوق وزني هيكون أقل من وزني على الأرض، ليه؟ فكر. في ناس بتجاوب هي شاطرة. يقل وزن الجسم في الطائرة أو المنطاد العالي، ليه يا أولاد؟ تعالوا بس نشوف مع بعض كده. لأن قوة جذب الأرض هنا بيحصل لها إيه؟ بتقل. بتقل بالإيه؟ بالبعد عن مركز الأرض. كل ما ببعد عن مركز الأرض بيقل مين؟ بتقل الجاذبية، وبالتالي مين كمان بيقل معاها؟ بيقل الوزن. تمام؟ عندي سؤال تاني بيقول إيه يا أولاد؟ وزن الشخص في منطاد، قلت لكم المنطاد اللي هو الباراشوت عشان في ناس كتير بتسأل على معنى كلمة منطاد. وزن شخص في منطاد يحلق في الهواء بيكون نقط من وزنه على سطح الأرض. ها مين يفكر معايا يقول الإجابة؟ فكر يا أولاد. وزن شخص في منطاد يحلق في الهواء، وزني فوق، نقط من وزني على الأرض. ها في ناس شاطرة قالت برافو أقل. وزن شخص في المنطاد فوق في الهواء بيكون أقل من وزنه على مين؟ على سطح الأرض. تمام، طب أنا بقى عايزة دلوقتي أعرف أشتغل المسائل بتاعتي إزاي. عندي كل الدرس ده عندي فيه قانونين اتنين بس، إيه هما القانونين دول؟ الوزن على الأرض والوزن على القمر. ومن خلال القانونين دول هنعوز نطلع كذا حاجة هقول لك عليها دلوقتي. أول حاجة الوزن على الأرض، القانون بتاعه بيقول إيه؟ بيقول الكتلة في 10. الوزن على الأرض هيساوي الكتلة في 10. أقف عند العشرة، العشرة دي بتاعت إيه؟ العشرة دي بتاعت، ما تحفظش وخلاص، أنا عايز أفهم، العشرة دي بتاعت الجاذبية الأرضية. تمام؟ يبقى الوزن هنا هيساوي الكتلة، أكنه بيقول لك الكتلة في الجاذبية، الجاذبية دي 10. لما حسبناها وقسناها بالظبط يا أولاد طلعت 9.8 بالتقريب كده، خليناها 10 عشان تبقى سهلة عليك في الحسابات الرياضية بتاعت المسائل. يبقى لازم تبقى فاهم القانون جاي ازاي وماشي ازاي. يبقى الوزن على الارض هيساوي الكتله في 10، ال10 دي بتاعت مين؟ بتاعت الجاذبيه
الارضيه، تمام؟ ادي اول قانون عندي. القانون الثاني الوزن على القمر، وقلنا ان الوزن على القمر بيساوي سدس وزنه على الارض او الوزن على الارض على 6. الاريح ليك اكتبه، مفيش مشكله، الاثنين واحد، تمام؟ يبقى الوزن على القمر هيساوي الوزن على الارض على كام؟ على 6. طيب انا من خلال القانونين دول ممكن يسالني على الكتله على الارض كام، الكتله على القمر كام، الوزن على الارض كام، الوزن على القمر كام، تمام؟ تعالوا مع بعض كده، مجهزه لكم شويه مسائل ويا رب تكون سهله كده بالنسبه لكم. يلا معايا كده ورقه وقلم واكتب معايا. جسم كتلته على سطح الارض بيساوي 18 كيلو جرام، اوجد كتلته على سطح القمر، 2 وزنه على سطح الارض. عايز هنا 2 حاجتين، اول حاجه الكتله على سطح القمر بكام؟ طيب مين شاطر بقى هيقول لي جسم كتلته على الارض 18، يبقى كتلته على القمر هنا كام يا ولاد؟ مين الناس اللي مصحصحه معايا؟ ها الكتله هنا ايه؟ واحد بيقول الكتله هتساوي ايوه 18 كيلو جرام. برافو عليك. ليه 18 كيلو جرام يا ولاد؟ عشان دي كتله، والكتله مقدار ثابت ما لا يتغير بتغير المكان. يبقى انا في الارض، في القمر، في المريخ، في اي حته في الدنيا برضو كتلتي ثابته. يبقى الكتله على القمر هنا كام؟ 18 كيلو جرام، تمام. طب اي تاني مطلوب يا ولاد؟ وزنه على سطح الارض. اجيب الوزن على سطح الارض ازاي؟ ليا قانون، ولازم اكتب القانون يا ولاد عشان ما تلخبطش، ما تحلش على طول، غلط انك تحل المساله على طول، لازم تكتب القانون عشان تبقى ماشي شايف المساله ماشيه ازاي. وزنه على سطح الارض هيساوي الكتله في 10. الكتله دي اللي هي كام يا ولاد؟ فوق 18. 18 في 10 هضربهم هيطلع لي 180 نيوتن. ليه نيوتن؟ عشان ده وزن، الوزن بالنيوتن والكتله بالكيلو جرام. لازم التمييز يا اولاد، ما بحلش وخلاص، لازم اكون فاهم انا بعمل ايه. لما قلنا كتله الجسم على سطح القمر قلنا ب 18 كيلو جرام عشان دي كتله، لما قلنا الوزن على سطح الارض قلنا 180 نيوتن عشان النيوتن ده ايه؟ الوزن، تمام. يلا نشوف كده مساله ثانيه مع بعض. جسم كتلته 120 كيلو جرام على سطح الارض، احسب وزنه على سطح الارض ووزنه على سطح القمر. ها استنى شويه تكتب معايا. جسم كتلته 120 كيلو جرام على سطح الارض، احسب وزنه على سطح الارض ووزنه على سطح القمر. ها طب انا عندي الكتله دلوقتي، خلاص الدنيا سهله، هجيب اول حاجه الوزن على مين؟ الوزن على الارض. الوزن على الارض ليه قانون ولا ملهوش؟ ليه قانون. قول معايا الكتله، الوزن على الارض بيساوي ايه؟ ها الكتله في 10. برافو عليكم، يلا بينا. الكتله في 10، الكتله كام؟ الكتله 120 كيلو جرام في 10 هتساوي 1200 نيوتن. ليه نيوتن؟ عشان ده ايه؟ عشان ده وزن، تمام كده؟ يبقى الوزن على الأرض الكتلة في 10، بضرب الكتلة اللي مديها لي في 10 يطلع 1200 مين؟ نيوتن. طب تاني مطلوب بيقول إيه؟ وزنه على سطح القمر. وزن الجسم على سطح القمر ليه قانون ولا ملهوش؟ ليه قانون، يبقى لازم أكتب القانون. ها؟ مين هيقول لي القانون هيساوي إيه؟ قانون الوزن على القمر هيساوي الوزن على الأرض على 6. ده أسهل ليك في الإيه؟ في الحسابات. الوزن على القمر على 6. يلا بينا نشوف الوزن على القمر هيساوي سدس وزنه على الارض او وزن الارض على ايه؟ على 6. يبقى الوزن على القمر هيساوي وزن الارض احنا طلعناه فوق بكام؟ ب 1200 نيوتن. معايا يا اولاد؟ الوزن على الارض بيساوي ايه؟ 1200 نيوتن. طيب ال 1200 نيوتن دي هقسمهم على 6 يطلع كام؟ يطلع 200 نيوتن. تاني احنا جبنا الوزن على الارض بالقانون اللي احنا عارفينه، الكتله في 10 طلعت كام؟ 1200. لما اجي اجيب الوزن على الارض هقول الوزن على الارض، الوزن على القمر هجيب الوزن على الارض على 6. الوزن على الارض ال 1200 اللي احنا طلعناهم هقسمهم على 6 يطلع الناتج كام؟ 200 نيوتن. تمام. مساله ثانيه بتقول، انا نوعت لكم، حبيت ان انا انوع في المسائل يا اولاد عشان تشوفوا افكار، يعني المسائل هي هي وطريقه الشغل هي هي، بس تشوف الافكار. هبدا بمين الاول؟ هو عايز مين ايه؟ هجيبه الاول القانون اللي ماشي في الحته اللي هو عايزها. يبقى انا ركز شويه في الايه، في المسائل بتاعتي، المطلوب مني ايه عشان اعرف اجيب. جسم وزنه على الارض هيساوي 120 نيوتن. جسم وزنه على الارض كام؟ هنا بقى مدين الوزن مش الكتله، صح؟ ها
خليك معايا مصحصح كده. جسم وزنه على الارض بيساوي 120 نيوتن. عايز مني ايه؟ عايز كتله الجسم ده على الارض ووزنه على القمر. عايز الكتله وعايز الوزن على القمر. طب يا ميس انت ما اديتيناش قانون بيقول الكتله. لا، في قانون في الكتله. اني قانون في القانونين اللي احنا خدناهم في كلمه الكتله؟ ها قول معايا. شاطر شاطر. ها، الوزن على الارض. برافو عليكم. الوزن على الارض يا اولاد كان فيه بيساوي ايه؟ بيساوي الكتله في 10. من القانون ده انا هجيب الكتله. الكتله يا اولاد هنا هتساوي مين؟ هتساوي الوزن على الارض على 10. لما اقسم ال 120 بتاعت الوزن على الارض على 10 يطلع لي 12 كيلو جرام، عشان ده كتله. تمام كده؟ اقولها تاني؟ نقولها تاني. الوزن على الارض هيساوي كام؟ هيساوي الكتله في 10. ده القانون بتاعي. اعوض بقى عن الوزن، يبقى الكتله هنا هتساوي ال 120 بتاعه الوزن على الارض على ال 10، هتديني 12 كيلو جرام. تاني مطلوب عندي الوزن على القمر. الوزن على القمر هيساوي الوزن على الارض على 6. هو مديني في المساله الوزن على الارض. الارض بكام؟ ب 120. اقسم ال 120 دي على 6 يطلع لي 20 نيوتن. يا رب تكون المسائل سهله بالنسبه لكم يا اولاد. انا تدرجت فيها كده واحده واحده عشان تبقى شايف المسائل ماشيه ازاي. طيب نشوف المساله ديت. جسم وزنه 100 نيوتن على سطح الارض، على سطح القمر. خد بالك، جسم وزنه 100 نيوتن على سطح القمر. احسب رقم واحد وزنه على سطح الارض، 2 كتلته على سطح الارض. تاني هقول المساله تاني. جسم وزنه 100 نيوتن على سطح القمر، احسب وزنه على سطح الارض، ورقم 2 كتلته على سطح الارض. طيب هو مديني ايه؟ هو مديني الوزن على سطح القمر. يبقى انا ابدا بقانون الوزن على سطح القمر اللي هو بيقول الوزن على الارض على 6، صح كده؟ ها تمام. من القانون ده انا هجيب الوزن على الارض هيساوي ايه؟ هيساوي الوزن على القمر في 6. هقلب القانون، يبقى الوزن على القمر في 6. الوزن على الارض كان بكام؟ القمر بكام؟ ب 100. 100 في 6 بكام؟ ب 600 نيوتن. تاني يا اولاد في المساله دي، تاني هو مديني المساله هنا من تحت لفوق، يعني جايب لي الوزن على القمر وطالب مني الوزن على سطح الارض. جميل، مفيش مشكله. انا عندي القانون اللي بيربط العلاقتين ببعض، هو الوزن على سطح القمر بيساوي الوزن على سطح الارض على 6. الوزن على القمر بكام؟ ب 100. هضرب هنا بقى، هضرب هنا عشان هقلب القانون، يبقى 100 في 6 هتساوي 100 نيوتن. ده اول مطلوب. المطلوب الثاني كتلته على سطح الارض. هجيب الكتله من قانون مين؟ من قانون الوزن على الارض. يلا بينا. الوزن على سطح الارض هيساوي الكتله في 10. تمام، يبقى الوزن على سطح الارض احنا طلعناه في الجزء اللي قبل منها بكام؟ ب 600. ال 600 هنا على 10 بتساوي كام؟ بتساوي 60 كيلو جرام. تاني؟ تاني يا ولاد. الوزن على سطح الارض هيساوي الكتله في 10. خد بالك، بص انا بكتب القانون، لازم اكتب القانون وبعدين اعوض فيه، ما ينفعش اعوض على طول. تمام؟ يبقى الكتله هنا هتساوي الوزن على الارض على 10 يتساوي 60 كيلو جرام. طيب احنا خدنا الكتله وخدنا الوزن، يلا بينا كده نعمل مقارنه بسيطه ما بين الكتله والوزن ونشوف ايه الحاجات المتشابهه وايه الحاجات المختلفه ما بينهم. اول حاجه هنتكلم عنها التعريف. الكتله، مين فاكر كان تعريف الكتله بيقول ايه؟ الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. الكتله مقدار، احفظ معايا، الكتله مقدار ما يحتويه الجسم من الماده. طيب تعريف الوزن كان ايه؟ قوة جذب الأرض للجسم. قوة جذب الأرض للجسم. طيب بالنسبة لوحدة القياس، وحدة قياس الكتلة كانت الكيلو جرام أو الجرام، وممكن نقول الطن. وحدة قياس الكتلة الكيلو جرام والجرام والطن. وحدة قياس الوزن النيوتن. نسبة للعالم إسحاق نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية. تمام؟ تاني أداة قياس الوزن. أداة قياس وزن الكتلة يا أولاد كان عندي الميزان ذو كفتين، وكان عندي الميزان الرقمي، وكان عندي الميزان ذو كفة واحدة، وكان عندي الميزان الحساس اللي بقيس عليه الذهب والفضة والمواد الكيميائية.
تمام؟ ممكن أكتب أي حاجة منهم. الأداة الوحيدة لقياس الوزن هو الميزان الزنبرجي. الميزان الزنبرجي. طيب هنتكلم عن اتجاه تأثير. اتجاه تأثير الكتلة ليها اتجاه؟ لا، الكتلة ليس لها اتجاه. الكتلة ليس لها اتجاه، تمام يا ولاد؟ تمام معايا؟ الكتلة ليس لها اتجاه. أما بالنسبة للوزن يا أولاد، الوزن ليه اتجاه. الوزن يا أولاد اتجاهه فين؟ اتجاهه مركز الأرض. الوزن اتجاهه مركز الأرض، تمام. نيجي بقى هنا بالنسبة للمكان. تأثير تغيير المكان. الكتلة هنا يا أولاد ثابتة، لا تتغير بتغير المكان. الكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان. أما بالنسبة للوزن، طبعا الوزن هنا هيتغير من مكان لآخر، تبعا لمين؟ تبعا لجاذبية الكوكب. كل كوكب ليه جاذبية خاصة بيه، فبالتالي الوزن هيتغير تبعا للمكان اللي أنا هكون موجودة فيه. وزني على الأرض هيختلف عن وزني على القمر، هيختلف عن وزني عن المريخ. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط وقدرتوا تفهموه، وأي حاجة أنا معاكم فيها في التعليقات ونتابعها مع بعض إن شاء الله. أي سؤال من عندكم يا أولاد اطرحوه.